يسلموا اليحيى واللبو تاجر مقاطعة سينكيم. لين نتكلم شوي بالحسانية عن المسألة اللي عقبة تخلق في سينكيم بين بلدية السبخة وتجار السبخة. البلدية عادة عندها ضريبة تقبلها شهرية على كل محل. هاي الضريبة كانت تتراوح ما بين 1000 إلى 6000، ما بين 500 إلى 6000، 500 1000 1500، إلين تلحق المرحلة اللي فوقاني هي 6000. وهذا الأسواق اللي هي كانت دائما باب واحد، بوتيك مثلا عنده باب واحد من نوع حجم صغير عليه 1000، وبوتيك عنده بابين حجم متوسط يعود 2000، وبوتيك أكبر من ذاك عنده 3 أبواب عنده 2500، و4 أبواب عندهم 3000. والمسائل الكبيرة اللي هي كيف بيسيريات الكبار، وكيف الملاعب، وكيف أقواريج، وكيف مجمعات التجارية، وكيف المستوردين، هذا هم اللي عندهم 4000 و5000 و6000. نذكر أن هذه ما هي هي الضريبة الرسمية اللي يعطوا أهل أبواتيك، هذه ضريبة خاصة بالبلدية دون الضرائب الأخرى. تم التجار ذي السنة بالنسبة للسينكيم، ينتظروا العمل من البلدية للشوارع والإنارات والمسائل اللي جابت لهم إحصاء بعد تقريبا 8 أشهر من السنة الماضية، من السنة اللي علينا، وطرحت لهم ضرائب من خرصوها. هي مضطربة بشكل غريب، مثلا البوتيك اللي كان يعطي 500 وقية، بوتيك عادي صغير ذا هو تجعله 6000، وأحيانا المستورد الكبير اللي عود يجيب الكونتينر على الكونتينر تنطرح له 3000 و2000. والله لاني شفت مولي محل عليه 6000 وطابلة تقريبا تعود 100 في 100 6000. زين شخلك شكوا التجار ان هاي الرواية غلط وانها معدلة عن طريق ماهي فنية حتى، وعدلوا رسالة وقبلوا منهم ممثلين ومشاوها العمدة. منين جاءوا العمدة؟ ذا هو ما كأنه قاعد لا لم يسمع بهذا، ذكر لانه هو انه عدلوا بشكل فني وبدالهم منه عدم التجاوب، حتى عدم الاستعداد لمراجعة المسألة. هم الطالبين بيه هو محط تصحيح نظرا لان الناس هذا ما قد تخلصوا بيصيفه، وواضح هم اللي فيه الجور الكبير من ارتفاع يمشي من 500 إلى 600%. ان هذا ارتفاع انه غريب، وشكوا هم انه لا فنيا وتون خاسر، ومنين تلاقوا يناقشوه معاه لو هو ما هو فنيا خاسر وهو ما هو مستعد للاستشارات معه. شعروا بها الحاكم وناقشوه معاه وقال لهم انه لا ان شاء الله يشوف معاه العمده فيها، وشعروا بها الولايه عن طريق رساله موقعه باسم التجار. وتموا فجأة يامس متخيلهم أن فهم حلول الله يتعدل، بالرغم على أنهم هما عندهم قناعة أن العمدة عنده إصرار على ذاك اللي في رأسه يسوى خاسر يسوى صالح. تموا يامس معهم عالمين اللي جاوتهم عمال البلدية معهم واحدين من الشرطة رافدين تقريبا زقايب نقدر نقولوا كراطين من الأقفال، وحادوا لله البوتيك تخلص. راهو مطالبهم أنهم يخلصوا 8 أشهر فات انضات من السنة كاملة، وهم ما هم مناقشين قاع عن قضية 8 أشهر الماضية، هم مناقشين عن الزيادة الجنونية اللي ما جبروا لها أي مبرر، لا هم طلالهم معنا الله نشاط تجاري بقيمته، ولا البلدية مولي طرات خدمة تعود تقول أنها تقبلها لي. تم فجأة إلين جابت لهم يامس البلدية عمال معاها، وجابوا معاهم واحدين من الشرطة من المفوضية الموجودة، وعادوا لا تخلص ما تخلص تنقفل، إلين قفلوا تقريبا حوالي 15 بوتيك. منين قفلوا 15 بوتيك قاموا التجار وقالوا أنهم ما هم مستعدين، ما هم مناقشين عن الضريبة لأنها ما هي حق، ولا هم متهربين من الضرائب، ولا هم متحايلين عليهم، ولا هم مانعينهم. مستعدين يعطوا ضرائب غير هاي الضرائب المستعدين يعطوا اللي قدوا يعطوا، ومستعدين يعطوها بصفة تعود مولي مشرفة وصفة متحضرة. معنى متحضرة مع أنهم حتى أنها ما يعود فيها وسيلة ضغط من الشرطي ولا من المحصي، حتى أنهم مستعدين يرفدوها ويجيبوها للترجور ويقبلوا رسيات عليها. وبالتالي عادة التاجر ما يبحث عن الحلول المعكرة ولا يبحث عن بنيات الطريق فيها. زين منين خلق هذا؟ اتصلوا بالحاكم وجابوا معاه اليوم، وجاهم العمدة اليوم عند بلد المقاطعة، ومر عليهم وتخلى مع الحاكم وقضى معاه ساعة هو المفوض، وخاض عليهم كانوا متخيلهم انه معيط لهم على اساس انهم يجيبوا حوارهم وهو وجوب مفاوضات وهم مستعدين للقادين يعدلوا. خاض عليهم سيد العمدة حتى انه ما يقول واحد منهم السلام عليكم، وقالوا ما هو مستعد للنقاش معه. طرحوا مسألتهم على وزارة الداخلية اليوم، جاوها وطرحوا مسألتهم عليها وجبروا إجبار مع الأمين العام
وتكفل لهم المساله ان شاء الله تعالى، الدور تنحل وتصل على الوالي وقالوا انه لا يجوه التجار وانه يشوف حال يحل لهم بها مشكلتهم. وفي انتظار ذاك المحلات اللي قفلت البلديه امس كاملين انفتحوا بامر من الوالي حسب اللي سمعت، وهم حالا ما زالوا ينتظروا حل المساله.